شكرا جزيلا لك أستاذ عبد القادر. إذا حادث أليم في ولاية وهران، هل لكم أن تقدموا لنا تفاصيل أكثر حول هذه الحادثة؟ وهو كذلك، إذا فيما يخص حيثيات الحادث الذي وقع البارحة، أين تدخلت مصالحنا مساء البارحة على الساعة 3:14 على مستوى شارع عمران علي، والتدخل كان من أجل إخماد حريق نشب على مستوى شقة متواجدة بالطابق الأول بعمارة سكنية تتكون من 7 طوابق، أين ومباشرة بعدما تلقينا لنداء النجدة على مستوى مركز التنسيق العملي تم توجيه وتسخير إسعافات جد هائلة تمثلت في 6 شاحنات إخماد للحرائق بمختلف أنواعها، كذلك تم تسخير شاحنة ذات سلم ميكانيكي و6 سيارات إسعاف من بينها وسيارة إسعاف طبية. وللأسف شديد بعد الوصول إلى مكان الحادث، أين كان هناك صعوبة في الدخول إلى المنزل بفعل أن كان الأبواب والنوافذ جد مغلقة بإحكام، وبالتالي تم استعمال وسائل القطع والتفكيك من أجل الدخول إلى المنزل وقيام بعملية الإخماد. الحمد لله أن سيطرنا على الحريق وتم منعه من الانتشار إلى باقي الطوابق وباقي العمارات السكنية. للأسف شديد سجلنا 5 حالات وفاة، هما 5 أفراد من عائلة واحدة، الأب والأم وبنتين، الأولى تبلغ من العمر حوالي 15 سنة، والثانية تبلغ من العمر حوالي 16 سنة، بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات متوفين رحمهم الله في عين المكان، وللأسف الشديد متفحمين تم تحويلهم من قبل مصالحنا نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي. رحمهم الله. أستاذ عبد القادر بلالة، لكي ربما نختم هذه المكالمة، ما هي النصائح التي تقدمونها للأسر للعائلات لنتفادى مثل هكذا حوادث في المنازل، خاصة عندما تحدثتم عن نقطة أنه الأبواب النوافذ كلها كانت مغلقة بأحكام، يعني ضرورة ترك ربما نافذة واحدة أو غيرها من أجل يعني وصول المساعدة أو تمكين مصالح الحماية المدنية من الوصول لإخماد الحرائق. أستاذ عبد القادر، بطبيعة الحال ففي مثل هكذا حالات أنه دائما ما مصالح الحماية المدنية في بعض الحالات عندما يكون إغلاق محكم للنوافذ والأبواب فقد تطول مدة إخماد الحريق، لأن مصالحنا تعتمد على قاعدتين أساسيتين، ألا وهو النداء، أي طلب النجدة، النجدات تكون في لحظة اندلاع الحريق حتى يتم توجيه الإسعافات الضرورية إلى عين مكان وبسرعة قصوى. كذلك ثاني شيء أنه الصعوبة التي في بعض الحالات نجدها عندما تكون الأبواب مغلقة، لأننا قد تطول مدة فتح الأبواب والنوافذ باستعمال أدوات القطع والتفكيك، كذلك باستعمال كذلك وسائل مثل السلم الميكانيكي وكذلك السلالم الزلقة، وبالتالي تطول مدة إخماد الحريق وقد تتسبب في انتشار للحريق. الحمد لله الحادثة البارحة أن بفضل المهنية التي استحل بها أعوال الحماية المدنية لولاية وهران تم في ظرف قياسي فتح النافذة وكذلك القيام بعملية الإخماد حتى نمنعه من الانتشار إلى باقي العمارة. أستاذ عبد القادر بلالة، في نقطة أخرى ننتهز الفرصة بما أنك معنا عبر الهاتف، الطقس الآن بدأ يبرد ويعني المرحلة المقبلة هي مرحلة فصل الخريف ثم فصل الشتاء، العائلات تلجأ للمدافئ لربما في بيوتها، كيف يمكن أن نتفادى حالات الاختناق بالغاز؟ وهو كذلك خاصة وأنا أكلمكم حاليا متواجد على مستوى ولاية بشار، وإن كان هناك تنصيب لخلية سهر ومتابعة على مستوى الوحدة الرئيسية، كذلك مركز قيادة خاص بمتابعة مختلف الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية. إذا دائما ما ننصح خاصة وأننا مقبلون على فترة تساقطات المطرية، كذلك فترة انخفاض درجة الحرارة، وبالتالي فحال
حان الوقت لكافة المواطنين نوجههم نصيحة بضرورة تفحص مختلف المعدات التي تعمل بالغاز الطبيعي أو معدات التدفئة، فحصها ومراقبتها والقيام بصيانتها. بطبيعة الحال تكون الصيانة بالاستعانة بمتخصصين محترفين ما يقومش بالصيانة بمفرده، كذلك تغيير أنابيب التوصيل لأنها تهترئ وكذلك لديها مدة صلاحية يراقب هذه مدة صلاحيتها، كذلك مختلف الشبكات التي تعمل بالغاز الطبيعي يجب أن يراقبها ويفحصها بالاستعانة بحرفيين معتمدين، وكذلك الأمر الذي نؤكد عليه هو ضرورة تنظيف المداخن الرئيسية المسؤولة عن صرف الغازات المحترقة حتى نتفادى التسممات الوقوع في التسممات بأول أكسيد الكربون، كذلك بالنسبة للتساقطات المطرية فخاصة بالنسبة للإخوة المواطنين تفادي عندما تكون هناك نشرية جوية. بطبيعة الحال نحن على مستوى مصالحنا نقوم مباشرة بعملية التوعية والتحسيس سواء عبر مختلف وسائل الإعلام بمختلف أنواعها أو عبر الصفحات الرسمية ل 58 ولاية وتحت إشراف المديرية العامة للحماية المدنية، نقوم بإرسال ورسائل توعوية تحسيسية بضرورة تفادي التواجد بالقرب من الأودية أو على ضفاف الأودية، تفادي الخروج إلا للضرورة القصوى، كذلك بالنسبة لسائقي السيارات احترام مسافة الأمان، عدم المرور بالسيول الجارفة أو البرك لأنها قد